انا بفكر اشرح لي وخبر صار لاصحاب المعاشات والورثة. هل عرفت مجموع علاواتك كام؟ هل عرفت قيمة المبالغ المستحقة كام؟ سارع لمعرفة مستحقاتك بالتفصيل. كمان هتتعرف على المبالغ المتجمدة والتي ستحصل عليها بالأثر الرجعي. ما عليكم إلا متابعتنا والاشتراك في القناة ودعمنا باللايك والشير ومشاهدة الفيديو لمعرفة مستحقاتك المالية. هنبدأ بمعرفة مجموع العلاوات وقيمتها، وبعدين هنتحدث عن المتجمد الخاص بكل صاحب معاش بالأرقام وبالتفصيل. تعالوا بينا نشوف التفاصيل. كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1988 هيكون له متجمد قدره 12,000 جنيه. النقطة الثالثة، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1989 له متجمد 15,000 جنيه. رابع حاجة معانا، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1990 له متجمد 18,720 جنيه. النقطة اللي بعد كده رقم 5، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1991 له أو لورثته متجمد 18,900 جنيه. رقم 6 معانا، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1992 له أو لورثته متجمد قدره 18,240 جنيه. رقم 7، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1993 له أو لورثته متجمد قدره 18,720 جنيه. رقم 8، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1994 له أو لورثته متجمد 18,240 جنيه. رقم 9، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1995 له أو لورثته متجمد 19,440 جنيه. النقطة رقم 10، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1996 له أو لورثته متجمد 20,400 جنيه. نقطة رقم 11، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1997 له أو لورثته متجمد قدره 21,128 جنيه. النقطة اللي بعد كده رقم 12، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1998 له أو لورثته متجمد قدره 17,280 جنيه. النقطة رقم 13، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1999 له أو لورثته متجمد قدره 18,900 جنيه. النقطة رقم 14، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2000 له متجمد أو لورثته 18,240 جنيه. النقطة رقم 15، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2001 له أو لورثته متجمد قدره 17,280 جنيه. النقطة اللي بعد كده رقم 16، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2002 له متجمد أو لورثته قدره 16,200 جنيه. النقطة رقم 17، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2003 له أو لورثته متجمد قدره 14,400 جنيه. النقطة رقم 18، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2004 له أو لورثته متجمد قدره 12,600 جنيه. النقطة رقم 19، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2005 له أو لورثته متجمد قدره 11,700 جنيه. النقطة رقم 20، كل من خرج معاش أو توفي بعد 2006 له أو لورثته متجمد قدره 16,200 جنيه.
النقطة رقم 21، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2007 له متجمد أو لورثته 21240 جنيه. النقطة رقم 22، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2008 له أو لأسرته متجمد قدره 18700 جنيه. النقطة رقم 23، معانا كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2009 له أو لأسرته متجمد قدره 17160 جنيه. النقطة رقم 24، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2010 له أو لأسرته متجمد قدره 18720 جنيه. النقطة اللي بعد كده 25، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2011 له أو لأسرته متجمد قدره 18900 جنيه. النقطة رقم 26، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2012 له أو لورثته متجمد قدره 18240 جنيه. النقطة رقم 27، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2013 له متجمد قدره 17280 جنيه له أو لأسرته. كل من خرج معاش، النقطة رقم 28، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2014 له أو لأسرته متجمد قدره 11520 جنيه. النقطة رقم 29، من كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2015 له أو لأسرته متجمد قدره 10800 جنيه. النقطة رقم 30، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2016 له متجمد قدره 9360 جنيه. النقطة رقم 31، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2017 له متجمد قدره 14500 جنيه هو أو ورثته. كل من خرج معاش، النقطة رقم 32، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2018 له متجمد أو لأسرته قدره 14300 جنيه. النقطة رقم 33، كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2019 له متجمد 14000 جنيه هو أو أسرته. واللي قلنا لحضراتكم ووضحناه دوت، ده بالنسبة للأثر المتجمد بالأرقام من يوليو 1987 حتى 2019 وحتى وقتنا هذا 2023. آسف مرة أخرى على الإطالة، كان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي، أشوفكم على خير.